مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير بهارات الفلافل. عنا ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة، ملعقة صغيرة كمون ناعم، نص ملعقة صغيرة سبع بهارات، نص ملعقة صغيرة فلفل اسود، ربع ملعقة صغيرة ثوم ناعم، ثوم بودرة، وربع ملعقة صغيرة بابريكا. خليتهم مع بعض، ريحتهم كتير رائعة، ريحتهم كتير حلوة. حطهم بالمرتبان، كمان بعد ما حطيتهم بالمرتبان بخلطهم منيح. هيدي خلطة بهارات الفلافل بس بدي بستعمل منهم. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.